الاداء اللي احنا شايفينه ده في حال استمراريته، يعني لو افترضنا انه هيستمر على ما هو عليه، هل فكرك ده ممكن يوصلنا لحاجه ممكن ينتج عنه تصعيد وتاهل لكاس العالم؟ ولو حصل هل ده يخلينا نعمل اي لقطه لطيفه في كاس العالم، ولا نرجع بنجر ذيول الخيبه وراجعين من غير ولا نقطه زي ما حصل؟ بص هقول لك يا كريم، مش ممكن هتفضل وحش وادائك سايء وهتكسب، انما مره تمشي على ارضك والفرقه مستواها التانية يعني متواضع، فممكن تعدي بجون ضرب الجزاء صحيح. انما مع التصاعد بقى لا، هتلاقي فرق قويه لازم طبعا انت يبقى عندك. وبعدين انا عايز اقول حاجه، الناس طبعا مع احترامي كان محمد صلاح، بس محمد مش هو الفرق، عايزين نخرج من الحته دي برضه، لان قبل كده وكاس عالم محمد صلاح ونمره واحد، وهو طبعا محمد صلاح بيعمل الفارق، بس ما يقدرش يلعب لوحده. ممكن لا قدر الله زي ما حصل كاس عالم كدا. السنه اللي فاتت اول ماتش كان مصاب ما لعبش، يعني جاي من ليفربول تعبان، وارد ما تبقاش اعتمادك على واحد، وهو ممكن الكره ما توصلش للواحد ده طبعا، يعني انت فاهم ازاي؟ حاجات كتير مش باس وغيره وغيره، يعني الدفاع مش منتظم، يحصل لاهداف محمد صلاح مش هيعوق، يعني ما نبقاش رامين اهو هيفرق. وطبعا احد الحلول الكبيره لمنتخب مصر او اي فرقه، اذا كان محمد صلاح حل كبير بالنسبه لليفربول، لمنتخب مصر نفس القصه، ان هو بيعمل الفارق وبيقدر يخطف جون، بيقدر يعمل اسيست، بس ما يبقاش التركيز على محمد صلاح. يا جماعه لازم برضو تبني خطتك على وجود لعيبه تانية بتساعد محمد في بعض الاوقات، انما هي برضه عندها الحلول طبعا. انما ما يبقاش برضه التركيز على محمد صلاح، لان زي ما بقول برضه زي ما انسى الموقف اللي فات بتاع الماتش اللي فات، موضوع كورونا والحاجات دي ما خلاهوش يقدر يجي. فاحنا عايزين يعني ان احنا برضه ايه، الاداء لازم يتحسن، نشوف حل كمان، يعني هو اتحاد الكوره لازم يشوف حل، لان الكوره دي بتتلعب كلها عشان خاطر منتخب مصر طبعا، والهدف الاسمى مشاركه، وبنعمل لعيبه من الصغر وقاعده ناشئين وانديه وكله عشان يصب لمصلحه منتخب مصر طبعا. فلازم برضو القرارات تبقى في صالح منتخب مصر. هنستكمل الدوري، مش عارف هنعمل ايه، هنبدا الدوري الجديد ايه، ما هو لازم توفر، اصل انت ما ينفعش تاخد كل حاجه بقى، يعني ما ينفعش تلعب كل البطولات اللي عندك، دوري وكاس، وتخش في كاس افريقيا بثلاث فرق، ومش عارف سوبر مصري وسوبر كذا وكونفد، طب وتلعب من المنتخب، والمنتخب يبقى احسن منتخب في العالم، ويلعب كاس، ما ينفع، احنا هناخد الدنيا كلها، ما ينفعش. زي خلي بالك، لو اخر حلقه كنت معاكم فيها يمكن كان قبل الماتش اللي قبل الاخير بتاع الدوري، قلت لكم يا جماعه ايه المشكله، احنا خدنا بطولات كتير يوميها قبل ما يحصل الكلام ده بالليل، ايه المشكله، فرقه ما خدتش حاجه تاخد حاجه، ايه المشكله؟ ما هو لازم يبقى في تنافس، ما انت لو رحتي مكان وكنت انت على طول احسن واحده احسن واحده، ما انت برضه يعني لازم يبقى في حد كويس يعني كتف الكتف شويه يعني. فنفس القصه منتخب مصر، منتخب مصر لازم يعني يشوفوا له يوفروا له الجو او المناخ او الوقت اللي يقدر يعمل فيه تجمع، عشان ده يحصل لازم يكون في تكافؤ للفرص بين الانديه.